الفتنة جاء ذكرها في كلام الله عز وجل على معان متعددة. الفتنة جاءت بمعنى الابتلاء والاختبار كما في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه لما عبد بنو إسرائيل العجل قال عز وجل لموسى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي اختبرناهم. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى القتل، فالله عز وجل أباح لنا القصر في أول الأمر خيفة من أن يقتل الكفار المسلمين. قال عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقال سبحانه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم، يعني أن يقتلهم. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى الشرك والكفر، قال تعالى والفتنة أشد من القتل، يعني الكفر أشد من القتل. وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني كفر وشرك. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى الضلال، قال تعالى ومن يرد الله فتنته، يعني إضلاله، فلن تملك له من الله شيئا. وقال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، يعني ضالين أهل الحق، إلا من هو صال الجحيم، إلا من كتب الله عليه الشقاوة. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى الإثم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر الناس أن يذهبوا في غزوة تبوك قال بعض المنافقين اعذرني يا رسول الله فإني أخشى على نفسي من بنات بني الأصفر، يعني من بنات الروم لجمالهن، أن يفتنني. فقال عز وجل ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، يعني في الإثم سقطوا. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى العبرة والاتعاظ، قال أصحاب موسى فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني عبرة للقوم الظالمين. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى الصد عن سبيل الله، قال تعالى واحذرهم أن يفتنوك، يعني أن يصدوك عن سبيل الله. وقال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، أن يصدونك عن هذا القرآن العظيم. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى العقوبة، قال تعالى وظن داود أنما فتناه. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى القضاء، فإن موسى لما عبد قومه العجل اختار 70 منهم، فلما أتوا ليعتذروا أمام الله عز وجل لقومهم أخذتهم الرجفة، فماذا قال موسى؟ قال إن هي إلا فتنتك، يعني قضاء، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى المعذرة، فإن أهل الكفر يوم القيامة يعتذرون أمام الله عز وجل بأنهم ما كفروا به ولا أشركوا به. قال عز وجل ثم لم تكن فتنتهم، يعني معذرتهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى الشر الذي هو ضد الخير، قال عز وجل عن أصحاب الإيمان الضعيف قال وإن أصابته فتنة، يعني شر، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى الابتلاء بالحرب، فإن المؤمنين إذا لم يوالوا المؤمنين وإنما والوا الكفار سلط الله عز وجل عليهم ابتلاء بالحرب. قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض، يعني حرب في الأرض وفساد كبير. وتأتي الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى المرض، كما قال ذلك بعض المفسرين في قوله تعالى عن المنافقين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، أولا يرون أنهم يفتنون، يعني يصيبهم المرض. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى الاستهواء والغلبة، قال عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني لا يلهينكم ولا يغلبنكم الشيطان على أنفسكم كما فعل بأبيكم آدم. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى الجنون، فإن كفار قريش زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجنون، وقال
عز وجل: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي من هو المجنون. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى العذاب. قال عز وجل عن أهل الكفر إذا ذاقوا عذاب الله: يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون، أي يعذبون. ذوقوا فتنتكم، يعني عذابكم. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى الخبرة. قال عز وجل لما ذكر شجرة الزقوم وأنها تنبت في النار، ماذا قال الكفار؟ بحسب خبرتهم أن الشجرة لا ينبت في النار، فماذا قال عز وجل؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى العذاب في الدنيا. قال عز وجل عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، يعني عذاب الدنيا، كعذاب الله. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى الحرق بالنار. قال عز وجل لما تسلط ذلك الملك الظالم على قومه الذين أسلموا، ماذا صانع بهم وهم أهل الأخدود؟ أحرقهم بالنار. قال عز وجل: إن الذين فتنوا، يعني أحرقوا بالنار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى التسليط. ولذلك قال إبراهيم ومن تبعه: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تسلط علينا الذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى الفضيحة، كما في أحد وجوه التفسير في قوله تعالى: ومن يريد الله فتنته، يعني فضيحته، فلن تملك له من الله شيئا. وجاءت الفتنة في كلام الله عز وجل بمعنى النفي عن البلد، من ينفى عن بلده هذه فتنة في حقه، كما يحتمله قوله تعالى كما قال بعض العلماء: والفتنة أشد من القتل، يعني إخراج الإنسان من بلده أعظم عنده من أن يقتل.